الرئيس هادي يدعو الجيش إلى رفع الجاهزية. قوة عسكرية تفشل محاولات تهريب مبيدات إلى اليمن. نشرة الأخبار من قناة سهيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا الرئيس عبد الرب منصور هادي الجيش إلى أن يكون على قدر كبير من الجاهزية وانتقد الأعمال التي يقوم بها الحوثيون. وأكد في كلمته اليوم خلال اجتماع موسع عقد في القصر الجمهوري صباح اليوم الأربعاء بحضور أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء الحكومة ومختلف الفعاليات السياسية، أكد على الجمهورية والوحدة والديمقراطية وضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتحدث الرئيس هادي عن الإصلاحات الاقتصادية وقال إنه لا تراجع عنها. وقد صدر عن الاجتماع بيانا تضمن تشكيل لجنة لزيارة صعدة ومقابلة زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي لإثنائه عن هذا النهج ودعوته للمشاركة في الحكومة. وتم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضوية سلطان البركاني ويحيى منصور أبو أصبع وعبد الحميد حريز ونبيله الزبير ومحمد قحطان ومبارك البحار وعبد العزيز جباري وعبد الملك المخلافي. وعلى ذات السياق، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس عبد الرب منصور هادي أسقطها الحوثيون في منطقة الصباحة بالمدخل الغربي للعاصمة صنعاء. وأظهرت الصورة التي تناولها الناشطون على الفيسبوك لوحة منكسة إلى الأرض تحمل صورة للرئيس هادي وقد أسقطها الحوثيون من على عمود كانت مثبتة عليه ويقع بالقرب من معسكر يتبع القوات الخاصة. أكدت اللجنة الأمنية العليا أنها ستتخذ الإجراءات المخولة لها برفع المظاهر المسلحة لجماعة الحوثي على تخوم العاصمة صنعاء في حال لم تقم برفعها. وأصدرت اللجنة بيانا مفصلا لما تقوم به جماعة الحوثي من استعدادات واستفزازات خطرة ترمي من خلالها إلى إثارة الفوضى والإخلال بالسكينة العامة لتنفيذ أجنداتها الخاصة. أكدت اللجنة الأمنية العليا في بيان لها أنها تنتظر رفع المظاهر المسلحة لجماعة الحوثي على تخوم العاصمة صنعاء، ما لم فإنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمن والاستقرار. وقالت اللجنة إن قوات الأمن منعت العديد من الأطقم المسلحة لمقاتلي الحوثي من دخول العاصمة، موضحة بأن هؤلاء المقاتلين تواجدوا بشكل مكثف بأسلحتهم المختلفة في منطقة المساجد في الغرب ومنطقة حزت في الجنوب ومنطقة الرحبة جوار مطار صنعاء ومناطق أخرى، وأنهم نصبوا نقاطا للتفتيش على منافذ المدينة وجهزوا عددا كبيرا من الأطقم المسلحة التي تقل عناصر حوثية ليسوا من أبناء المناطق التي يجري فيها التخييم. وأشارت إلى أن المقاتلين الحوثيين اعتلوا التباب والمرتفعات الواقعة على جانب الطريق العام واستخدموا الجرافات والمعدات لإعداد المتارس والخنادق بما يتنافى مع مظاهر السلم والتعبير عن الرأي بالصورة الحضارية المعمول بها في المطالبة بالحقوق القانونية والمشروعة. ووصفت اللجنة تلك الأعمال بالمخلة بالاستقرار ومستفزة لشعور المواطنين ومنافية لمخرجات الحوار، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها للتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية. شيع المئات في مدينة ذمار جثمان الشهيد المساعد صالح المحلي الذي قتل برصاص ميليشيات الحوثي بمحافظة الجوف. وطالب المشيعون الدولة والرئيس والانتصار للجيش واستعادة هيبته التي استبيحت من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، كما طالبوا بمحاكمة قيادات ميليشيات الحوثي التي وصفوها بالإرهابية. ودعا المشيعون القيادة السياسية وقادة المؤسستين العسكرية والأمنية بوضع حد للعدوان الحوثي الإرهابي. قال مصدر قبلي إن قبائل إقليم سبأ، مارب، الجوف، البيضاء
تجري استعداداتها لعقد ملتقى قبلي لقبائل الإقليم غدا الخميس بمنطقة السحيل، ويهدف الملتقى بحسب المصدر إلى دعم ومساندة أبناء الجوف ضد العدوان الذي يتعرضون له من قبل ميليشيات الحوثي منذ ما يزيد عن شهر ونصف. وكانت ميليشيات الحوثي استعانت بمقاتلين من صعدة ومحافظات أخرى في محاولة للسيطرة على محافظات الجوف. حذر حقوقيون ونشطاء في محافظة الضالع من أي محاصصة مذهبية أو طائفية، متهمين ميليشيات الحوثي بالعمل على تحقيق أهداف عنصرية. واعتبر النشطاء محاولة المحاصصة انقلابا على مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة، وانقلابا على الحوار الوطني وتطلعات أبناء الشعب اليمني الذي يأمل بالخروج من بوتقة الظلم والاستئثار بالسلطة. جاء ذلك على هامش حلقة نقاشية أقيمت في خيمة التوعية وضمت 30 مشاركا ومشاركة من الإعلاميين والحقوقيين والنشطاء السياسيين. ضبطت قوات من اللواء 35 مدرع واللواء 17 مشاة، ضبطت قاربا يقل موادا مهربة في مرسى عيسى بمديرية ذباب على ساحل البحر الأحمر. وقال مصدر عسكري إن القارب كان محملا ب 343 كرتونا من السموم والمبيدات المحرمة دوليا، كما تمكنوا من القبض على إحدى سيارات المهربين التي كانت بالموقع، بينما تمكنت سيارتان من الهرب. تم ضبط هذه الجلبة محملة بالسموم في مرسى عيسى بساحل المعقر مديرية ذباب، وهي محملة بمبيدات وسموم خطيرة محرمة دوليا منوعة، وكان بجانبها ثلاث سيارات شاص أرادوا الإنزال من الجلبة إلى السيارات، وتم ضبطهم. وعند مراقبة عناصر المهربين للطقم الدورية حاولوا الفرار، ولكن الأفراد انتشروا وأطلقوا عليهم النار وتم السيطرة على المهرب. نظم صندوق التراث والتنمية الثقافية بالبيضاء بالتعاون مع جمعية الأقصى مهرجانا جماهيريا نصرة لغزة ودعما للمقاومة. وفي المهرجان ألقيت عدد من الكلمات التي أكدت على الوقوف مع الشعب وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة، كما نددت بالصمت العربي إزاء جرائم العدو الصهيوني، وطالبت بفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة وإعادة إعمار القطاع. وحيت الكلمات صمود المقاومة في غزة والشعب الفلسطيني وثباتهم أمام آلة الحرب الصهيونية، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم المقاومة ماديا ومعنويا حتى يتحقق للشعب الفلسطيني تحقيق كافة حقوقه المشروعة. نظم فرع جمعية الأقصى بمحافظة الحديدة مهرجانا تضامنيا لنصرة غزة تحت شعار غزة صمود وعزة. وفي الحفل دعا محافظ الحديدة صخر الوجيه إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب أبناء غزة، كما ألقيت في الحفل كلمات من قبل الأمين العام لرابطة علماء فلسطين باليمن الشيخ علي مقبل والشيخ عبد الله عمر الحطامي رئيس الجمعية والشيخ عبد الله حسن خيرات رئيس فرع الجمعية. تطرقت جميعها إلى الواجب الديني في دعم أبناء غزة الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وهدمت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. أقدم محتجون من أبناء عزلة شبيب بمديرية حبيش بمحافظة إب على قطع شارع المحافظة لساعات، وطالب المحتجون الأجهزة الأمنية ومحافظ المحافظة بسرعة القبض على متهمين بقتل المجني عليه أحمد محمد السمعولي. وقال المحتجون إنهم سيواصلون البقاء أمام مبنى المحافظة حتى تلبية مطالبهم. عقدت اللجنة الخاصة بمناقشة المنح المقدمة من شركة الغاز الطبيعي المسال برئاسة مدير عام مكتب التربية ومدير عام التعليم المهني بمارب اجتماعا جرى خلاله وضع المسودة الأولى لمعايير القبول وفقا لمعايير الشركة، وتم فحص ملفات المتقدمين للمنح في المرحلة الثانوية.
حيث أقرت اللجنة استكمال الفحص والبت فيه خلال الأيام القادمة، تمهيدا للإعلان عن المرشحين لخوض امتحانات القبول في الجامعات. أقامت مؤسستا أكون ومودة لتنمية المجتمع ومؤسسة ألف باء مدني تعايش حفل إشهار تحت شعار إلا عدن تراثنا تاريخنا نواة مستقبلنا، وذلك بالتعاون مع شركاء اليمن الدولي في عدن. المشروع يهدف إلى الدفاع عن مدينة عدن كحضارة وتاريخ وتراث وفن. اختتم اليوم بعدن مشروع تعزيز التماسك الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لشباب مديريتي دار سعد والشيخ عثمان بمحافظة عدن، والذي نظمته مؤسسة وديان لتنمية المجتمع ومنظمة مساند للاجئين. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس هادي يدعو الجيش إلى رفع الجاهزية. قوة عسكرية تفشل محاولات تهريب مبيدات إلى اليمن. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد عبر سهيل دوت نت. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى. في أمان الله.